Je vous d'abord la vibration d'une chaîne liée à des atomiques. Donc, on considère une chaîne des atomiques de paramètres de raison A avec deux atomes de masse respective. Il y a deux atomes, un de la masse M1 ou la masse M2. Je vous d'abord je vois le fait que bien, il a dit neuf les atomes, il a dit deux atomes de type différent. Donc, on suppose que chaque atome interagit avec ses proches voisins. Donc, il y a la première approximation du candidat, les interactions qu'il y a avec les proches voisins. Donc, la même constante de rappel, c'est. دونك خصكم تحضروا تما هاد لابروكسيماسيون الثانيه شي بعض المرات كيقول لك ماشي لا ميم فورس دو رابيل مثلا خديتي اون شين دو كربون كنعرفوا بان الكربون كيدير مثلا دو ليزون مع واحد قدامه واللي موراه كيدير اون سامبل ليزون يعني لا كونستون دو رابيل غادي تكون فورت يعني تكون كبيره بالنسبه لدوبل ليزون وتكون صغيره بالنسبه لاون سول ليزون دونك هاد ليكزومبل غادي نديرو من بعد اون سيبوز كو لوند الاستيك دو فيكتور كا سو بروباج dans la chaîne. Donc, ses positions d'aller, il y a US d'aller. Donc, on a puisque, le nombre d'atomes par mile est égal au nombre d'équations qu'il faut résoudre. Et là, quand on dit deux atomes par mile, on a deux équations. Ok? La masse M1 ou la masse M2, c'est juste les équations de Newton. Donc, on a dit que quand on a fait ça, quand on a fait ça, كتختار فين هي راه داجو راه دارو هنا ديجا دونك يو اس و في اس دونك نرجعو اي باش حيت هادو هما لي زيكزارسيس بحال هادو هما لي زيكزارسيس انا بطلت حتى دونك كيما قلت لكم عندي اون اتوم كبيره مثلا وهاد لاتوم اتوم كبيره قدام هاد لاتوم كبيره قدام هاد لاتوم اتوم كبيره قدام هاد نسيبوزي بان هاد لاتوم هادي كتحرك بيو اس ديبلاسمون ديالها وهاد لاتوم هادي كتحرك بفي اس اوكي دونك نورمالمون هادي راه قدام هادي غير باش ما نتخربقوش دونك هادي راه قدام هادي حيت هنا عندي سي وهنا عندي سي اوكي وهنا عندي سي يعني كاملين بيناتهم سي يعني نورمالمون باش يكون الشكل صحيح خصني ندير بحال هكا يعني نفس المسافة ما بين هذه وهذه يعني هنا عندي سي هنا عندي سي ما يمكنش تكون هذه كبيرة بعيدة عليها بزاف وبيناتهم نفس الانتراكشن يعني نورمالمون خصهم يكونوا قراب كما قلت هاد يو اس و في اس دونك هادي هي لا ماس ام 1 وهادي هي لا ماس ام 2 خصني اعقلوا على هاد لا غولاسيون لو نومبر داتوم بار مايل اي ايغال او نومبر نومبر دو ديكواسيون اللي غنكتب ليكواسيون الاولى هي ديال يو اس وليكواسيون الثانيه هي ديال في اس دونك خصني نلاحظ ان الا كانت هذه هي يو اس شنو قدامها من لهنا قدامها في اس وشنو قدامها من لهنا الا كانت هذه هي في اس هذه تكون في اس موان زا اوكي وهذه يو اس موان زا وهذه هي يو اس بلس 1 هذه هي في اس بلس 1 هذه هي يو اس بلس 2 فهمتوا دابا كي درت كي تكتب هادشي حيت هادو نفس لاطوم هادي راه عادي نفس لاطوم يعني غادي يكون ديبلاسمون ديالهم متشابه ولهاد لاطوم الصغيره اللي عندها لا ماس صغيره مثلا تكون عندها نفس الديبلاسمون مع هادي يعني هادي كنرمز لهم في اس في اس بلس 1 في اس بلس 2 مثلا هنا في اس موان زا هنايا اوكي دونك فاش غنبغي نكتب ليكواسيون ديال الاخر قلنا كندير ام 1 دي او كاري ديالاش غنبدا ب يو اس كتساوي سي شنو هما لي زاتوم اللي دايرين بلاطوم يو اس هما في اس و في اس موان زا ناقص جوج يو اس نورمالمون هنايا راه خصني نكتب كل حاجه بوحدها نورمالمون خصني نكتب هكا في اس ناقص يو اس زائد سي و في اس موان زا ناقص يو اس دونك انا جمعتهم بجوج وعطاتني هاد لا غولاسيون هادي دونك ديما تبقى تكتب هادي نيشان اوكي دونك هادي هنا يو اس هادي راها يو اس هادي راها يو اس يعني هادي هي لاطوم هادي اللي كتكون عندك هاد لو كويفيسيون اللي كيكون عندك هنا هو اللي كيتعاود هنايا دونك هادي هي ديك اللعيبه كيما قلت لكم كا دلتا اكس اللي كنتو كتشوفوها في لوسيلاتور هارمونيك لا فورس اي ايغال كا دلتا اكس غير هنا كا سميناها سي و دلتا اكس بويسك عندي هنا دوز اتوم دايرين بها يعني خصني تكون عندي جوج ديال دلتا اكس عندي هاد دلتا اكس الاولى وهاد دلتا اكس الثانيه اوكي دونك هادي بالنسبه للاولى وبالنسبه للثانيه دونك يمكن لكم تخرجوها دونك ام 2 ديريفي او كاري ديال في اس سور دي تي او كاري سي عاوتاني شنو غادي ندير هنا شنو دايرين في في اس ها هي في اس الى اختاريت هذه في اس دايره بها يو اس بلس 1 يو اس بلس 1 ناقص في اس بلس سي يو اس ناقص في اس اوكي دونك هادو هما لي دو زيكواسيون دو موفمون
Donc on cherche des solutions ayant la forme, donc comme dit la solution d'onde plane. Ok, donc les amplitudes d'IL au maximum, d'IL U, les atomes U, les amplitudes ramchi bhal bhal. Je mets amplitude ماشي بحال بحال يعني هاد لاطوم الا كانت ثقيله راه ما غاديش فيبري بنفس لا فاسون مثلا هاد لاطوم ثقيله الا قلت لك شنو هي الفي وعطيتك اطوم قدامها خفيفه يعني عطيتهم نفس القوه شكون اللي غادي يطلع للفوق بزاف مثلا هذا تقدر توصل هي اللي توصل لابعد نقطه وتهبط لابعد نقطه هذه اللي ثقيله تهبط مثلا حد لهنا وصل وهذه شنو هي هذا هذا هو الوسع هذا هو لامبليتود ا ولا يو دونك نلاحظوا بان يو ايت انفيريور ا في غير انطلاقا من هذا يعني لامبليتود ماكسيموم اللي يمكن لها توصل للاطوم الخفيفه اقل كبر من الاطوم الثقيله دونك عليها خصني نديستانغ يعني فاش نقول يو اس خصني نعطيه امبليتود ونضرب في الاكسبونسيال اي اس كا ا ناقص اي اوميغا تي والاخرى في اس نعطيها واحد لامبليتود في ماشي نفس لامبليتود حتى يقولوها لي هما اي اس كا ا ناقص اي اوميغا تي وغادي نرجع نعوض في ليكواسيون ليكواسيون هذه ديال نيوتن دوزيام لو نيوتن دونك الى عوضتها فاش غادي نطيح في هذه القضيه هذه كتشبه الاولى غير هنايا الفرق عندي دوز ايكواسيون لو سيستيم ديكواسيون لينيير هوموجين ا دوز انكوني اللي هما يو في دونك انا كنقلب على يو في الى بغيت نلقى يعني اوميغا كاري يعني السوليسيون ديال هاد 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 الاخر هاد دو زيكواسيون ولا نيد ما سيستيم خصني نقول بان هاد هاد الديتيرمين عنده سوليسيون سي لو ديتيرمين ايتيغال ا زيرو اوكي دونك خصني نبين بان ديتيرمينو ايتيغال ا زيرو عاد كتكون عندها سوليسيون دونك فاش ندير ديتيرمينو ايتيغال ا زيرو غادي نلقى اون ايكواسيون اللي فيها اوميغا وانا شنو باغي انا باغي اوميغا دونك نلقى هنا بان اوميغا اس 4 اوميغا كاري وهذه ما فيهاش اوميغا دونك باش نلقى اوميغا شنو كندير كنسيبوزي بان اكس كاري مثلا ايتيغال اوميغا 4 او لا اكس كاري اكس ايتيغال اوميغا كاري دونك غادي نطيح في ايكواسيون ديال سكون دوغري ولي راسين ديالها غادي نلقى اوميغا يعني نلقى ليكواسيون ديال ديسبيرسيون دونك هادي ما عرفتش واش بانت لكم هاد الاولى اولا نديرو الحساب ديالها باش يكونوا كلير نت دونك شنو قلنا ليكواسيون ليكواسيون هي ام 1 ديريفي شنو هي الديريفي قلنا تعطيني واحد موان موان اوميغا كاري فوا يو اس اكسبونونسييل نديرو يو 0 يو 0 هذا هو لامبليتود اكسبونونسييل اي كا اس ا ناقص اي اوميغا تي غتكون ليكواسيون شويه طويله كتساوي سي قلنا في اس بلس 1 يعني في 0 اكسبونونسييل اي كا اس ا ناقص اي اوميغا دونك هاد اوميغا تي غنبقى نحيدها ما عندهاش لا حيت تخزن لي في التالي ديما هاد اوميغا تي تقدر تختزل دونك بلا ما نبقى نكتبها اوكي دونك عرفتي علاش كتختزل تفرق الاكسبونونسييل تبان لك اختزلات اها اوكي دونك هكا زازلوس هادي قلنا اس ماشي اس مي اس بلس 1 ياك اس بلس 1 ولا اس موان 1 في اس في اس موان 1 دونك انا عندي واحد الموان 1 هذا الشيء خصك تحضر معاه في لي كالكول اي كا اس موان 1 بلس في 0 اكسبونونسييل اي كا اس ا يعني في اس ناقص جوج اي زيرو اكسبونونسييل اي كا اس ا اوكي وهنا واحد الا ما تنساوش شنو كتلاحظوا هاد اي كا اس ا كتعاود فيهم كاملين هاد اي كا اس ا عندي وهنا عندي واحد اي كا اس ا مخبيه غتبقى لي ناقص اي كا ا هنا تمشي لي هادي هنا تمشي لي هادي اوكي دونك كتجيني ام ا ناقص اوميغا كاري اي زيرو مثلا سي في زيرو اكسبونونسييل موان اي كا ا بلس في زيرو ناقص بلاتي 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 ناقص جوج اي زيرو دونك هنايا جو بونس درنا شي فوت في هنا اعتبرنا
CU هو ما سماو لامبليتود هي يو ا هما سماو لامبليتود هي انا سميتها هي يو زيرو دونك يمكن ليه هنايا نفرق دونك واقيلا هما فرقوه يمكن لك تفرق هنايا تعمل في زيرو سي في زيرو دونك تعمل اتجيك هي واحد زائد اكس بونونسيال ناقص اي كا ا هنايا تبقى لي ناقص جوج سي اي زيرو وهنا تبقى لي ناقص ام 1 اوميغا اي زيرو ونحاول نجمع هاد الازوريات وندير كتساوي زيرو دونك هاد الموا نحيد الموا من هنا ندير الموا هنا وندير البلوس هنا دونك كتجيني دو سي ياك نجيب هادي اللي هي دونك كتجيني دو سي ناقص ام 1 اوميغا كاري اي زيرو ناقص سي في زيرو 1 بلوس ناقص اي كا هادشي كامل ايت ايكال ا زيرو بيان سور يمكن لكم هنا تعملوا ب ام 1 نورمالمون ديما كيعملوا بناقص ام 1 دونك الا عملت بناقص ام 1 شنو تجينا تجيني واحد الام 1 ناقص ام 1 تجيني اوميغا كاري ناقص جوج سي سور ام 1 ناقص سي في زيرو 1 بلوس اكسبونونسيال اي كا ا ايت ايكال ا زيرو ونقسم كل شيء عاوتاني على مناقص ام 1 تجيني اوميغا كاري ناقص 2 سي سور ام 1 دونك هذه هي لا فورم اللي كنقلبوا عليها ديما زائد سي في 0 سور ام 1 1 بلس اكسبونونسييل موان اي كا ا ايتيغال ا 0 اوكي دونك ديما كنحاولوا نقلبوا على اوميغا كاري بوحدها نسيباريها بوحدها ونفس القضيه غادي ندير بالنسبه للثانيه دونك نفس القضيه بالنسبه ندير الثانيه غير هنا خصني نحاول نجمع كل شيء دونك هذه نحاول نعملها مع هذه وهاد في نحاول نعملها مع في غير باش يبان لي هاد ديتيرمينو هاد حيت الا ما درتش هكا ما غاديش يبان لي هاد ديتيرمينو ديتيرمينو شنو الا عقلتو شنو كنا كنديرو في ديتيرمينو خص مثلا نجمع شنو هما لي فاريابل ديالي هنايا هما في يعني ليكواسيون الاولى خصني نجمع في و او قدامها شي حاجه مثلا بلوس وهنا ايكال زيرو ولتحت خصني نجمع قدامها في و او ايكال زيرو وعاد كندير ديتيرمينو هو هاد ا هنايا مثلا بي سي دي هو ا بي سي دي تيغال ا زيرو باش تكون ان سوليسيون اوكي دونك هنا ما داروش هاد ليطاب هذا مي نتوما غادي ديروها باش تلقاو هاد فاش ديروا الضرب ديال هاد ديتيرمينو تطيحوا في هاد ليكواسيون هادي دابا قلت لكم شنو غادي نديروا غادي نسيبوزي بان اكس كاري تيغال او لا اكس تيغال اوميغا كاري اوكي دونك الا درت اكس تيغال اوميغا كاري او لا اوميغا سميوها اوميغا تيغال اوميغا كاري طيحوا في لي سوليسيون تخرجوا لي سوليسيون دونك نرجع لهنا دونك هادي غادي ندير لها ام 1 قلنا نسيبوزي بان اوميغا كاري دونك ليكواسيون اللي لقيت اللي فيها اون فونكسيون اوميغا 4 شنو جينا تجيني ام 1 ام 2 اوميغا كاري ناقص جوج سي ام 1 بلس ام 2 اوميغا ناقص ولا زائد جوج سي كاري واحد ناقص جوج كوسينوس كا زائد جوج سي كاري واحد ناقص كوسينوس كا هادشي كامل ايتيغال ا زيرو دونك كنعرفو بان لي سوليسيون ديال هادو كنحسب الدلتا دونك الدلتا كتعرفو الدلتا هو بي او كاري لي هو هادشي كامل دونك هو كات سي او كاري ام 1 زائد ام 2 او كاري ناقص 4 ا سي دونك ا سي هي ام 1 ام 2 فوا 2 سي كاري واحد ناقص كوسينوس كا اوكي دونك هذا هو الدلتا من بعد الدلتا كنلقاو بان اوميغا واحد هي ناقص بي دونك هي جوج سي ام 1 زائد ام 2 دونك كنسيبوزو بان دلتا بوزيتيف دونك 2 سي ام 1 بلس ام 2 حيت اصلا اوميغا راه ديجا عندها ان سونس فيزيك اللي هو الاخر لامبولسيون فاش نرجع لاوميغا غادي ديك الساعه نختار نسوي لي سوليسيون دونك 2 سي ام 1 ام بلس ام 2 قلنا بلوز او موان راسين ديال دلتا مقسومه على جوج ا اللي هي جوج ام 1 ام 2 اوكي دونك يمكن لكم تزيدو تبسطو هذا تخرج لكم الجات تبقى لكم سي واحد على ام 2 زائد واحد على ام 1 بلوز او موان غاسين ديال دلتا و حتى هادي تحاولوا تدخلوها هنايا دونك الا دخلتوها جوج ام 1 ام 2 فلان المهم خليها بوحدها
ام 1 حيت ام 1 ام 2 قلت لكم تدخلوا حتى لهنا وغادي تطيحوا في شي حاجه بحال هكا، حتى هي سي 1 سور ام 1 بلس 1 سور ام 2، ما عليناش. دونك هادشي اللي كنلقاو في التالي كنلقاو هي هادي. دونك فاش كنعوضو هنايا راه حيدو الكوسينوس وعوضوه بالسينوس. دونك هاد الكوسينوس اللي كان عندي في الاول فين هو كوسينوس ا موان كوسينوس كا ا، كنعرفو بان ا موان كوسينوس كا ا هي سينوس كاري ديال كا ا سيغ دو، علاه بان تينا واحد سينوس كاري ديال كا ا سيغ دو. دونك ديما تحاولو تشونجيو، ديما تلقى ا موان كوسينوس ردها سينوس، حيت الكاري غادي نحتاجوه من بعد فاش نبغيو نخرجو من الجذر ولا فاش نبغيو نديرو ديفلوبمون ليميتي. دونك فاش نبغيو حيت مازال نحتاجو واحد ديفلوبمون ليميتي، دابا نشوفوه من بعد. دونك شنو كنلاحظو هنا بان عندي دو سوليسيون ياك، دو سوليسيون بالنسبه لاوميغا، اوميغا كاري يعني عندي سوا بلوس سوا الموان. اوكي دونك ليكسبرسيون اوميغا كاري افيك لو سي موان تخادوي لا غولاسيون دو ديسبيرسيون بور لا برونش اكوستيك او فوازيناج دو زيرو، لا فيتاس دو جروب اي كونستانت ايت ايكال لا فيتاس دو سون ليكسبرسيون افيك لو سي. دونك هنا بلوس كان عندي دو سوليسيون كنقول بان عندي دو برونش، اون برونش اكوستيك كي كندير نعرف البرونش اكوستيك هي كنعطي الكا ايت ايكال زيرو. دونك الا عطيت كا ايت ايكال زيرو كنشوف واش اوميغا كاري تمشي ليا الزيرو، الا مشات لي الزيرو كنقول بان اون برونش اكوستيك، الا مشات لي ما مشاتش لي الزيرو كنقول بان اون برونش اون برونش اوبتيك. اوكي دونك الا عطيت لك هنا عطيت لك زيرو، دونك سينوس ديال زيرو هو زيرو، دونك كيتختز لي هادشي، غيبقاو لي هنا سي هادشي زائد ولا ناقص. شنو اللي كيعطيني الزيرو، شنو هو الحل اللي كيعطيني الزيرو؟ هو الناقص، حيت سي ان سور ام ان بلس ان سور ام دو ناقص سي، حنا الاو كاري غادي يمشي مع الجذر، دونك الحاله النيجاتيف هي اللي كتعطيني الزيرو او فوجينوس دو زيرو. اوكي دونك هكا كنعرف، باش كنعرف واش برونش اكوستيك ولا اوبتيك قلت لكم كتعطيو الكا اي تيغال ا زيرو وتشوفوا اوميغا كاري الا مشات للزيرو كتشوفوا السوليسيون اللي كتمشي للزيرو. شنو هي السوليسيون اللي كتمشي للزيرو؟ هي اوميغا موان. اوكي وشنو هي السوليسيون؟ دونك هذه هي لا برونش اكوستيك، والسوليسيون لي ديفيرون دو زيرو هي هي البلوس، دونك هي برونش اوبتيك. على سميناها برونش اوبتيك بيان سور، عندها عندها معنى، ما يمكنليش نقول نهضر على برونش اوبتيك، حيت اوبتيك شنو معنى اوبتيك؟ بحال كنقولوا بحال الا لاطوم، بحال اللي كاين واحد لو شون الكتريك، ولا فاش كيكون عندي دو اتوم دو تيب ديفيرون التصرف ديالهم كيتصرفوا بحال، كنقول بحال كوم بحال اللي عندي دو زيون، واحد بلوس وواحد موان، وابليكيت ان شون الكتريك. شنو كتلاحظوا لي ابليكيت ان شون الكتريك مثلا في هاد الديريكسيون، البلوس والموا شنو غادي يوقع لهاد لي زاتوم؟ وحده غادي تطلع الفوق، البلوس تطلع الفوق مثلا، والموا تهبط لتحت، يعني سون اون اوبوزيسيون دو فاس. وهاد هاد لي سوليسيون او لي برونش اوبتيك كيتصرفوا بحال هكا، كيتصرفوا بحال هاد القضيه، علاه كنسميها اوبتيك؟ اوبتيك يعني لا لوميير، يعني شون الكتريك مثلا. اوكي دونك على هاد القضيه كنسمي هاد لي برونش بلي برونش اوبتيك، حيت لو موفمون ديالهم سون اون اوبوزيسيون دو فاز. وعلى سميتها اوبتيك حيت كانت سيبوزي بان او لا كيتصرفوا، كنقول كيتصرفوا بحال الا عندهم اون شارج، وفاش كنصيفط ان شون الكتريك فواحد الدوزيون او لا دو ماس عندهم دو شارج ديفيرونت، شنو كيوقع لهم؟ كيوقع لهم هاد هاد الموفمون هذا، شي كيطلع لفوق شي كيهبط لتحت. بيان سور لي دو اتوم ديالي انا ما هضرتش على لا شارج، مي كيتصرفوا بحال، فاش كنقول بحال راه ماشي هي الحقيقه. دونك هادي فاش كتكون عندك دو اتوم دو ماس ديفيرونت، عندك جوج ديال الحالات، يا اما كيمشيو بجوج دقه وحده، يا اما وحده كتطلع لفوق وحده كتهبط لتحت. شحفتوني. دونك هادي لا برونش اوبتيك، فاش كنرسم اوميغا بلس اوميغا موان دونك كنلقى هي هادي. دونك هادي ديما كتلاحظوا البرونش اكوستيك في الزيرو، كون كا ايتيغال زيرو البرونش اكوستيك كتهبط للزيرو، والبرونش اوبتيك كتكون ديفيرون دو زيرو هي الفوق. La figure ci-dessous donc montre que les solutions ondulatoires n'existent pas pour les valeurs de oméga telles que. Donc, quand on a fait ce schéma, on va faire un 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 schéma, on va faire la branche optique, la branche acoustique, on va faire un schéma, on va faire un schéma, on va faire l'axe de l'oméga en fonction de K. Donc, on a de la région, on va faire un schéma, on va faire la région, ما كاين لا برونش اوبتيك لا برونش اكوستيك في هاد لا ريجيون. دونك هادي كتسمى ان ريجيون اللي هي انترديت، يعني ما يمكنش تكون عندي شي فريكونس في هاد في هاد لا ريجيون هادي. اوكي دونك هادشي اللي بغاو يقصدو بها هنايا، او اوميغا اللي كتكون فيها اكوستيك يمكن لكم تفيريفيو بان هاد لا ريجيون هادي
هاد اوميغا اللي محصوره هنايا، اوميغا كتكون محصوره ما بين هذيك دو سي راسين دو سي سور ام 1 اون راسين او دو سي سور ام 2. Donc ce résultat est une caractéristique des ondes élastiques dans les réseaux diatomiques. Il y a une bande liée, qui s'appelle la bande interdite, de fréquence à la limite de la première zone de Brillouin. Si on cherche des solutions dans cet intervalle, la valeur du vecteur d'onde sera complexe et l'onde sera amortie de l'espace. Donc il a sabrat oméga, des solutions les moins complexes. Donc fasqu'at lqa oméga complexe ou la k le vecteur d'onde complexe, كتقول بان l'onde elle est amortie. عقلوا عليها فاش كيكون k complexe. Donc هذه في l'optique كندiscute لهاد الحالات كاملين. فاش كيكون k complexe l'onde كت évanescent, donc on parle de بزاف ديال الحوايج. هنا onde amortie ماشي évanescent, donc amortie. Évanescent فاش كنهضر على l'onde évanescente يعني في surface. حتى هي وقيلا k كتكون complexe الا باغي كنعقل على الكور ديال l'optique. Pour la branche optique AK est égal à 0, donc il a K est égal à 0 pour la branche optique. Quel cas de la relation a dit? Donc il a outil K naya, katarja l'hena. Je n'ai la branche optique naya oméga plus. Oméga plus il a outil K est égal à 0. Et il me chile kati, elle dit que juste C, ya, elle dit que juste C 1 sur M1 plus 1 sur M. Et je dis 0. Et le terme ada, je dis 0. Ok? Donc je vais juste C. Juste C. Mais elle abrite la relation mabine il abrite la relation mabine les amplitudes yani UV je nous dire quand ça l'équation juge loi le hado hado tu عوض هنا يبقى est égal à 0 donc غادي ندير غير بشويه نهبط هذا شويه OK donc غير باش نحط قدام هذه l'équation donc تري فهمت شي حاجه خليو لنا في كومونتير بغيتي تقولوا لنا شكرا خليونا في كومونتير حيت لي كومونتير هما اللي كيشجعوا شي شويه فهمتوا الكور بيان سي خليو لنا شي ابوني دونك الا عاودت الا بغيت هاد لا غولاسيون او سور في حيت هاد لا غولاسيون او سور في هي اللي غادي تقول لي واش عندك اون بوزيسيون دو فاز او لا اون فاز علاش حيت الا كانت لومبليتود وحده لومبليتود ديال هادي نيجاتيف شنو معناتها يعني وحده غادي تكون بوزيتيف و في تكون نيجاتيف او لا العكس او تكون نيجاتيف و في تكون بوزيتيف يعني شنو معنات لومبليتود بوزيتيف يعني كاينه الفوق لاطوم كاينه الفوق و اون نيجاتيف يعني الاخرى تكون لتحتها يعني ديما اون بوزيسيون دو فاز دونك عليها كنحسب هاد او سور في دونك الى عوضت كا ايت ايغال ا زيرو شنو غادي تجيني الفوق غاتجيني موان اوميغا كاري ام ان او ايت ايغال ا سي في ناقص جوج سي او واحد زائد واحد هي جوج دونك هنا تجيني واحد جوج و لتحتها شنو غاتجيني غاتجيني موان اوميغا كاري ام ان V كتساوي جوج سي U ياك ناقص جوج سي V ها دونك شنو يمكن M2 هنايا M2 هنايا جوج سي U دونك هنا عندي V V U دونك هادي U كنكتبها أنا بحال V دونك يمكن لي نعمل شنو يمكن لي ندير هنا الدراري شنو يمكن لي ندير هنايا إلا بغيت U على V ندير القسمة نيشان هنا انا اها الا بغيت ندير القسمه نيشان هنا خلاص مازال ما هضرت على واش برونش اوبتيك ولا برونش اكوستيك علاش حيت اوميغا مازال ما سبيسيفيت واش اوميغا بلس ولا اوميغا بوين دونك نخليها هكاك دونك غادي ندير نزيد نبسط شويه دونك غنزيد نبسط يمكن لي ندير موان اوميغا كاري ام ان او ايتيغال جوج سي في ناقص او موان اوميغا كاري ام 2 V juste C V ناقص U دونك إلا درت هاد ليكواسيون واحد مقسومة على ليكواسيون جوج شنو غادي تجيني بلاتي 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 ناخد غير ايكواسيون وحدة دونك غادي إلا درت هاديك نرجع ندور في حلقة مفرقة ناخد غير ايكواسيون وحدة غير الفوقانية دونك U إلا اعتبرت برونش optique. Je nous donne branche optique caractérisée par oméga plus. Je n'ai oméga plus au carré. Je n'ai oméga plus au carré. Il est juste C 1 sur M1 plus 1 sur M2. Je peux le vérifier ici. Fin ici. Il y a oméga plus. Quand K est égal à 0. Donc, à table, je K est égal à 0. Je n'aurai dit que Gini est égal à 0. Et ici, il y a le terme là. يبقى لي سي زائد سي راسين خلاص هاد الاوكار يمشي مع راسين يبقى لي هاد لو تيرم هو هاد لو تيرم يعني جوج سي ان سور ام 1 بلس ان سور ام 2 صافي انا الدراري
Ok, donc Nakes juge C 1 sur M1 plus 1 sur M2 fois U est égal à juge C V Nakes U. Juge C, je me suis dit, mais juge C, il me dit, je vais U, donc je vais faire la U, je vais dire, V à la U Nakes 1 est égal à Nakes 1 à la M1 زائد واحد على ام 2 متفقين هنايا في قسم تكون على U دونك سا مارش ندير داك الموان جبال لهنا دونك تجيني 1 موان V سور U ات ايغال ا 1 سور ام 1 اوكي دونك مازال ما درت دونك V سور U هو واحد ناقص 1 سور ام 1 بلس 1 سور ام 2 زائد بالسط نوحد المقامات هنايا تجيني واحد ناقص ام ان زائد ام دو على ام ان ام دو نزيد مسط هي ام ان ام دو ناقص ام ان ناقص ام دو على ام ان ام دو اوكي دونك الا بغيت لو سين ديال هذا خلاص من لهنا اها من لهنا من لهنا يمكن لي نستنتج لو سين بلا ما ندير هاد ليطاب التاليه يمكن لي نستنتج لو سين غير من لهنا عندي واحد دونك شنو كتلاحظوا هنايا عندي هنايا ام زائد ام 1 دونك ام 1 زائد ام 2 كي دايره راها صغر من ام 1 في ام 2 راكم متفقين على هذه يعني ام 1 زائد ام 2 زائد ام 2 على ام 1 في ام 2 مالها راها صغر من واحد دونك واحد ناقص هادشي راها شي حاجه اللي هي نيجاتيف يعني في البور لا بونش اكوستيك كتكون عندي في على او مالها نيجاتيف شنو معنات نيجاتيف شنو قلت لكم معنات نيجاتيف يعني اتوم كتكون طالعه والاخرى كتكون هابطه لومبليتي ديال وحده كتكون بوزيتيف والاخرى لومبليتي ديالها كتكون نيجاتيف اوكي يعني هذه على سميتها بونش كما قلت لكم بونش اوبتيك اون بوزيسيون دو فاس هما لقاو ناقص ام على ام 2 دونك درت شي فوت دان شي فوت الدراري نلقاو ناقص ام ان على ام 2 دونك ما عرفتش من جابو خصني نعاود هاد الديمونستراسيون دونك راه قلت شي حاجه ضروري نكون قلت شي حاجه بور لا برونش اوبتيك ا ك ايتي كالا 0 لقاو بان او سور في هي ناقص ام 1 سور ام 2 انا ما لقيتش ناقص ام 1 سور ام 2 رجعوا قلا غلط صغير في هاد ليكواسيون دونك رجعوا خصني ضروري نلقاوها باش نمشيو مزيان رجعوا نرمو هاد ليكواسيون الاولى ولا الثانيه اللي بغيتو باش تخدمو الى اعتبرت كاي تي ايكال 0 دونك هذا يعطيني جوج ونرجع نفيريفي نرجع نفيريفي دغيا نرجع نفيريفي مع هذا حيت خصني نلقى نفس دونك بور قلت لكم بور ان برونش اوبتيك يعني كنخدم باوميغا بلس او كاري زائد كاي تي ايكال 0 ياك هادي لا كونديسيون غنعوضها في الاولى اوميغا بلس او كاري ام ان او كتساوي سي في نمشي غير بشوية كا ايتيكال زيرو يعني واحد زائد واحد هي جوج ناقص جوج سي او متفقين هنايا هادي او اوكي ام ان او اوكي دونك كتجي نقسم كلشي على في دونك نقسم كلشي على في ونقسم كلشي على او بلاتي بعدا نعمل بهاد في ناقص او وهنايا ناقص اوميغا بلس ام 1 او نقسم دابا كلشي على او دونك غادي ناقص اوميغا بلس او كاري ام 1 ايتيغال ا دو سي في على او ناقص واحد دونك في على او ناقص واحد ايتيغال ناقص دو سي sur M1 بلاتي نخليوها هكاك 1 sur اوميغا بلس او كاري ياك متفقين معايا ناقص دو سي لا بلاكس لاكس 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 هذا اللي خليته دونك نقسم هذا على ياك ما درت نفس الفلطة قبيلات ما عرفتش درت نفس الفلطة ديال الفلطة اللي درت قبيلات حيت زربت في هذاك الحساب ماشي مشكل
Ah, je mouche. اوكي ها هي صغر التري هذه قلنا هي ناقص اوميغا بلس او كاري ام 1 على 2 سي صافي نحسب دابا ودابا غادي نعوضو اوميغا بلس بقيمتها دونك هتجيني في على او ناقص 1 شنو هي اوميغا بلس قلت لكم هي 2 سي 1 سور ام 1 بلس 1 سور ام 2 فوا fois m1 sur 2c. h2c, est-ce que j'ai 2c? m1 va entrer là, je vais dire j'ai ناقص و m1 على m1 هي 1 زائد m1 على m2. Donc je vais dire en fin de compte v على u ناقص 1 كتساوي ناقص 1 ناقص m1 على m2. هذا اسم جي لي مع هذه شنو غتبقى لي v على u كتساوي ناقص m1 على m2 دونك هادشي اللي لقاو هنايا وشنو هاد ناقص m1 على m2 شي حاجه اللي هي نيجاتيف دونك حنا قبل طاحت لنا في نيجاتيف مي الحساب غلط ها هي دونك هي ناقص m1 على m2 دونك صحيحه دونك يمكنكم تخدموا حتى بالكواسيون الثانيه وغادي تلقاو نفس الريزولتا بيان سور دونك هادي كيبين لك بان لي زاتوم فيفر لان بارابور ا لوتر مي لوغ سونتر دو غرافيتي ريست فيكس Si les atomes ont des charges opposées, on peut engendrer une vibration de ce type par le champ électrique du nom de l'émule. C'est pourquoi cette branche est appelée comme une branche liée optique. Il y a deux atomes de charges différentes. Il y a une excité par un champ électrique. Okay? Donc pour K petite, une autre solution possible est le rapport U sur V est égal à 1. Les atomes vibrent ensemble comme dans les vibrations acoustiques de grande longueur d'onde. D'où l'appellation branche acoustique. Donc, il a sa part de la branche acoustique. Il y a un développement limité. Il y a un U sur V positif. Il y a un cas qui est un. Donc, il y a un homme en phase. Il y a un phase. Il y a un cas qui est un cas qui est. Donc, il y a le traçage, il y a les ondes optiques, ou les branches optiques, ou les branches acoustiques. Il y a les deux atomes par mètre, dans les directions, il y a juste les directions. Il y a 1-1-1 ou 1-0-20, il y a un cristal à trois dimensions. Il y a un cristal à trois dimensions, il y a trois vecteurs d'onde, il y a kx, ky, kz. Il y a beaucoup de choses qui sont très. J'ai une branche acoustique, donc j'ai quatre branches acoustiques ou deux branches optiques. Ou les branches acoustiques, il y a deux types de branches. Quelles les branches acoustiques, le mal longitudinal ou quelles les transversales. Ok, donc d'abord, on a un rapport qui est le nombre des branches. Donc, on se retrouve dans la vidéo. Donc, ciao, ciao.